إذن السلام عليكم. اليوم غادي نديرو الصفحة 204 في مجال البيئة الطبيعية. اليوم الاستمتاع والتحدث. اليوم غادي ندير معكم هذا الدرس كيف ما كتشوفوا، الوحدة الخامسة هنا السمع والرؤية والتكلم. إذا غادي نشوفوا هنايا، هما إذا كنشوفوا هنايا ولاحظوا في الصورة مثل مبينتكش معناها مبينتكش. إذا غادي نشوفوا هذا. إذا ألاحظوا في الصورة أشجارا ونحلة وبعض الفراشات وأغناما وراع، وهناك بنت تقبض حمامة. والآن غادي نديرو أصيف المنظرة. إذا اش غنديرو أختي جنات؟ اش غنديرو؟ إذا ماذا تلاحظين في الصورة؟ ألاحظ في الصورة الفراشة والنحل ومثل البستان، وتوجد أشجارا وورودا حمراء. إذا بحال هكا غادي ندوزو الصفحة الموالية، هي كيفما كتشوفو. غندوزو دابا القراءة حرف القاف الأسبوع 23. عندنا أولا أحدد المقطع الذي فيه حرف القاف. إذا كيفما كتشوفوا غادي نديرو هنايا. إذا هذا ما هو هذا؟ إذا هذا عبارة عن قمر. إذا غادي نحدو حرف القاف. إذا هنا غادي في أول كلمة غادي حرف القاف قمر. هنايا بقرة، غادي تجي هنا بقى. إذا هنا غادي هادي. والنوع الثاني عندنا هنايا، اذا هذا عبارة عن خضرة اسمها سميت بالقوق. اذا المقطع غادي يجي هنا. غادي يجي هنا. ندوزو السؤال الثاني، ألون حرف القاف. اذا حرف القاف هذا اذا غنقراو بعد الكلمة ق لا مون. اذا غادي نديرو هكا قلمون، غادي نلونو هذه مزيان بحال هكا، غادي نلونوها كلها كما كتشوفوا. وعاتنا غندوزو للكلمه الاخيره الثانيه، غنقراها لكم عاوتاني. دقيق. اذا غادي شنو غادي نديرو؟ هذه غنفصلوها بحال هكا كما كتشوفوا هكا، وغادي نلونو غير حرف القاف. ندوزو عاوتاني للكلمه الاخيره. اذا بوق، اذا غادي نقراها لكم عاوتاني بوق. غادي نلونو حرف القاف مزيان بحال هكا. ندوزو السؤال الثالث، ياك فهمتوا مزيان. ندوزو السؤال الثالث، اقرا. اذا غادي نقرا عليكم في اخر مره. سق، سقر. ق، قميص. ق، قلة. اجي اقراي ليا اجنات هذه. قي قران. ق، قال. ق، يقول. قي، سقيم. قن، رزقا. قن، بقون. بقون، بقون، بقون. حيت هنا موجودة حرف الواو، إذا خاصني نطولو الحرف. بقون، قن، باقن. عاوتاني كنطولو هنا باقن. إذا نقرأ لكم الكلمة الأخيرة، قرأ لي عاوتاني هاد الجملة. قطاف وقمر تقودان القطار. يلا قولي لهم بسلامة. بسلامة ورمضان مبارك سعيد. يلا كنتمنى أنني يعجبكم الفيديو، ديروا لي اللايك. يلا باي.